أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من سيلفي برسا. سيلفي برسا هي سلسلة خاصة من سيلفي سبورت. سيلفي سبورت برنامج بتصور بالموبايل وبتقدم تقريبا له 4 أشهر. الفكرة منه بنحلل احنا مع صفحة برشلونة بالفيسبوك، بدنا نحلل كل مباريات برشلونة بعد المباراة. تحليلنا هون للي ما بيعرف مش حيكون تحليل بالطريقة التقليدية المملة اللي لاحظت هدول الثلاث لاعبين بيتحركوا كيف. طبعا هذا الشيء اسلوب قديم لانه كرة القدم الان تغيرت، اصبحت لكل ظرف في طريقة التعامل، مش بتجيب لي صورة وبتخلص عليها المباراة. اسلوبنا هون عام، مستعين بالارقام، مستعين بمزايا عامة للعب. نتحدث اليوم عن اول مباراة بنحللها لبرشلونة وهي الثانية في الموسم، اللي هي مباراتهم مع فياريال واللي انتهت بهدف وحيد. بعد قليل نبدا. فوز برشلونة اليوم في كثير ايجابيات وطبعا وفي سلبيات. الايجابيات اكثر من السلبيات وهذا بشكل طبيعي لانه الفريق استحق الفوز، ما في نقاش انه استحق الفوز. بس كثير مهم لما تفوز تتذكر سلبياتك، لانه انت عشان تتطور لازم دائما تعالج نقاط ضعفك. اذا في سلبيات خلينا نبلش فيهم عن برشلونة عشان الناس ما تفكر فيهم، فهم سلبيتين بالنسبة لي. السلبية الاولى عدد العرضيات المبالغ فيه، نحكي عن 40 كرة عرضية في المباراة. 40 كرة عرضية لمين؟ مين بده يسجل كرة داخل منطقة الجزاء؟ انت ما عندك مهاجم طويل وما عندك لاعب خط وسط طويل زي لما كان ايام جوارديولا يكون في سيدو كيتا وحاول يصعد سيسك فابريكاس بهذا الدور. بما انه ما في حدا يجيب كرات، شو الهدف منها؟ الهدف منها كان انه والله دانييل ألفيس او ألبا بدهم يخلصوا من الكرة. هذا الشيء لازم يتعامل مع انريكي. ايام جوارديولا كان حرام تخسر، اوكي بالاخير تحول الاستحواذ لشيء سلبي، بس كان خطأ تخسر الكرة بدون سبب، بس بدك تلعب عرضية وهذا مش برشلونة. هاي السلبية الأولى. السلبية الثانية انه الفريق عم بيلعب كويس كثير بالضغط وعم بيضغط كويس وعم بيسترد الكرة كويس، لكنه بعض الأحيان لما يخطأ بيكون الخطأ قاتل. يعني كنا نشوف مدافع بمكان ومهاجم في ريال، لو لعيبة في ريال أعلى جودة، يعني خلينا نحكي بالأسماء، يعني لو انهم زي لعيبة ريال مدريد أو لعيبة بايرن ميونخ كانت الكرة على طول اتجاه المرمى وهدف. هذا الشيء لازم يتعالج. هذا الشيء الثاني ما في منه قلق لأنه مسألة وقت والفريق بتعود على هذا الضغط. السلبية الثالثة خلينا نحكي إنه نضيفها اللي هو جيرمي ماثيو، حتى الآن ما أعطى الأداء. اللاعب عم بيلعب مضغوط، عم بيلعب خايف من الضغط والكلام اللي حكى عليه كثير. كثير مهم ماثيو ياخذ راحته، ياخذ الثقة من إنريكي عشان يعطي الأداء بدون أخطاء، لأنه اليوم ارتكب خطأين كانوا فيهم هدفين. ننتقل بعد قليل للإيجابيات. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أهم إيجابية بالنسبة إلي اليوم إنه برشلونة أصبح له شكل. مع تاتا مارتينو اخر ايام في لانوفا ما كان في شكل للفريق، كنا نحتار شو بيلعب. اوكي احنا عارفين انه بيلعبوا 4-3-3، بس احنا نعرف انهم 4-3-3 من ذاكرتنا، لكن بالملعب ما كنا نشوف اي خطه. الان الفريق له شكل، في تنظيم، في ادوار، بتحس في فرق بين ايفان وبين رافينيا، في دور لميسي واضح شو هدفه، مش ميسي جاي بس يسجل اهداف. تغيرت كل هاي الادوار، تغيير الادوار وشكل ونظام واضح شيء مهم. الفريق هادي ودليل انه قدر يسجل باخر الدقائق وبهدوء. ثالث شيء الفريق قدر ينوع، يفتح يمين وشمال. ميسي كمان اصبح مش اولويته يسجل، اصبح ميسي اولويته يلعب كره قدم، وهذا ميسي اللي كان مع جوارديولا. يعني ميسي ممكن الناس كانت تحكي عنه مع جوارديولا لا بيسجل كثير وبس مشان عاملين كل اللعب، لا ميسي ما كان يلتعب له بس لبرشلونه، كان يلعب له، يلعب للفريق. وهذا الشيء اللي اليوم حسيته انا شفناه مثلا باخر نصف ساعه من الشوط الاول، راح على اليمين لما حس انه ما في فايده ضل بالعمق، وهذا اليمين تنشط لما هو راح عليه. إيفان راكيتيتش قدم مباراة كويسة كثير، خصوصا من الناحية الدفاعية، ناحية التمركز الدفاعي. هجوميا هو دوره ما كان انه اللاعب اللي يحط اللمسة الأخيرة، كانت الأصول رافينيا شوي كان خجول. لاعبنا منير الحدادي مباراة كانت شوي كبيرة على شاب عمره 18 سنة، مباراة صعبة على ميسي كانت، فما بالكم على منير. بس مع هيك منير حاول يتحرك، لكن واضح انه ما بدنا نطالب منير يصير ميسي بيوم وليلة، بده سنين، يعني بده سنين، نحكي عن 3-4 سنوات لعندما يصير منير الحدادي زي ليونيل ميسي. من الايجابيات المهمه بوسكيتش تحت الضغط مع ماسكيرانو لعب اليوم مباراه كويسه كثير هجوميا ودفاعيا. اللاعب كان بالدور بالشوط الاول تقريبا تشافي، كان هو المنسق والمنظم خلف ايفان. هذا اللاعب تحت الضغط عم بعطي كويس اذا، لكن بكره عندنا ماسكيرانو بده يرجع، كيف تنحل هاي المشكله؟ بوسكيتش ولا ماسكيرانو؟ ما بتقدر تلعب بالاثنين مع بعض ببرشلونه. ممكن ماسكيرانو يلعب دفاع في حال ماثيو ظل يغلط وتنحل المشكلة وبالأخير يرجع برشلونة شكل الدفاع القديم لكن بروح جديدة. من الإيجابيات اللي كانت ملفتة إنه لما نزل نيمار وميسي الفريق تحرك مع بعضه الاثنين، ميسي ونيمار بشكل أفضل بكثير من اللي كنا نشوفه السنة الماضية. ما بدي نستعجل ونحكي إنه هيك برشلونة خلص صار قوي، لا،
لحد الان برشلونه بده يتطور، بده ينسجم. شفنا مثلا انه يعني رافينيا ما اعطى انه يصنع حسم، بدها وقت الشغله عشان نحكم. بشكل عام انتصار مهم لبرشلونه، المباريات المقبله حتخلينا نعرف شو هذا النادي. وشكرا كثير لكم، بامكانكم تشتركوا بصفحه برشلونه على اليوتيوب عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده من سيل برشلونه، واللي هم اصلا جايين من صفحه محمد عواد، فبسهوله من قناتي حتلقوا بلاي ليست باسم سيلفي برشا. وشكرا كثير لكم.